بسم الله الرحمن الرحيم. سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم باذن الله جبت لكم لي طارتلات درتهم من العائله، حبيت نشاركها معكم بما ان الليمون راه بط شويه، حبينا نغتنموا الفرصه ونديروا التحليات ولا الوصفات بالليمون. هنا عندي 150 غرام تاع المارغرين بمقدار يعني 3 معارف يكونوا معمرين مليح مليح. راح نزيد 3 معارف نتاع الزيت يكونوا معمرين والمعارف يكونوا كبار. نزيد شويه نتاع لافاني، تقدروا ديروا قشور الليمون. انا ما عنديش قشور الليمون، الليمون نتاعي يابس شويه ما عندوش القشور ملاح، سي بو سا درت لافاني برك. وزيد 3 معارف نتاع السكر غلاس يكونوا معمرين. حضرت قرصه نتاع الملح ونزيد 4 مغارف تاع الماء، الماء عادي يكون 4 مغارف. هنا راح نديهم الباتور نخلطهم مليح مليح حتى تولي كي الكريمه. هنا بعد ما خلطتهم مليح مليح وزيت مغرف كبيره نتاع النشا، كي كنت نخلط بالباتور زيت مغرف النشا خلطتها مليح مليح. دروك راح نزيد الفرينه، عفوا راح ندير الفرينه، وهنا الفرينه ديال الكاس الاول لازم الفرينه تدريجيا باش ما تخرج لكمش عجينه يابسه مليح مليح. انا درت مغرف صغيره مليح مليح تاع الخميره، خميره الحلويات. وهنا ندخل يديا ونشوف كيفاش يعني تكون لا تيكستور تاع العجينه. هكذا ونخلط مليح مليح بيديا ونشوف الى مخصوصه الفرينه نزيد لها هكذا. هكا هنا مخصوصه الفرينه، راح نزيد الكاس الثاني غير بشويه برك هكذا حتى وين تتلم العجينه. والعجينه ما لازمش تكون طريه، لازم تكون يعني ماسكه روحها هكذا. ونتيستي بيد واحد اخرى، يدي الاخرى باسكو ماشي راهي نقيه هكذا. خلاص هنايا على ما اظن انها خلاص، وراح نغطيها نغطيها ونخليها. هنا راح نوجد الكريمه. هنا عندي كاس، نصف كاس نتاع السكر، ودرت كاس معمر نتاع الليمون، وزيت زوج حبيبات نتاع البيض، ومغرف معمره مليح مليح نشا. ولا ما عمرتوهاش ديروا زوج، يعني من الافضل ديروا زوج باسكو راح ديروا لا شونتي، كاينه لا شونتي اللي ماشي مليحه راح ترجعها لكم مايها. من الافضل ديروا زوج معارف نتاع نتاع النشا وديروها فوق النار حتى وين تتبقبق، يعني تاخذ الغليه الاولى وتخلوها اون مينيت برك وتنحوها. وهنا شوفوا هنايا كي طيبتها راح نزيد لها مغرف كبيره نتاع الفلون فاني، هذا اختياري باسكو الفلون هذا تاع لافاني حيعطي لها النكهه ويزيد يمد لها اللون. انا ما يخطينيش الفلون تاع لافاني، تحليات التوعي كامل نزيد لهم مغرف تاع لافاني باسكو لافاني عنده الريحه وعنده اللون. اذا هنا راح نزيد مغرف كبيره تاع لا مارغرين، نخلطهم كامل هكذا ونزيد شويه برك تاع الاروم تاع الليمون الاخضر هكذا، ونخلطهم كامل هكذا حتى نوين يبردوا لي، ونديرهم داخل البول ونغطي عليهم. انا راح ندير شويه تاع لافاني ونزيد شويه تاع لاروم تاع الليمون الاخضر هكذا، ونخلط كامل ونفرغها داخل البول ونغطيها. انا في رايي اللي ما دارتش لي طارتلات بعد ما الليمون هبط يعني هبط مليح مليح، انا عندي ما درت والو باسكو علاه. تقدري ديري غير بثلاث حبيبات نتاع الليمون، ولا ما خص الا كاس تاعك ماشي معمر زيدي له عمره بالماء، راح تخرج لك واحد التحليه رائعه جدا خاصه الكريمه هذه. شوفوا هنايا غطيتها وخليتها تبرد لي، وجبت جبت الليمون نتاع لي طارتلات، وراح ندير لي بول هكذا عيني هي ميزاني قيس 30 غرام، وراح يخرجوا لك سوا سوا يعني داخل المول هذا. رايحه نجبد من الفوق توجور تجبدوا الفوق باش يعطي لكم هذيك الرشم تاع تويساته هذو.
اذا راح نديرهم كامل هكذا. من بعد هنا الفرن يكون مشعول 160 درجه. شوفوا هنايا راح نكمل هذه برك، راح نوجد الكريمه كيفاش نخلطوها. هنا بعد ما كملت كامل العجينه وجدت هنا وجدت الكريمه تاع شانتي. انا طبعا بيان سور راح نضغط كامل عليها هكذا بالفرشيطه. هكذا وراح نوجد كريمه شانتي فوالا. هكا نسقمهم كما هنا. شوفوا هنايا عندي كريمه هذيك بعد ما بردت لي ضربتها مليح بالباتور، رايحه نسبق قبل نعمر لي طارتولات تاوعي، ندير لهم كامل مغرف مغرف. كما قلت لكم هنا لا شانتي درت كاس تاع لا شانتي وربع كاس تاع الماء يكون بارد. هنا بعد ما طيبتهم ونحيتهم كامل، وهنا كما قلت لكم رايحه نمونتي لي طارتولات تاوعي، ندي مغرف مغرف كامل كبيره نحطها في قاع لي مول تاوعي باش ما يخرجوليش ناشفين. هكذا نحط كامل مغرف مغرف هكذا. هكذا ولا شونتي هذه نكمل اللي بقات لي كريمه الليمون اللي بقات لي راح نخلطها في كريمه شونتي، ومن بعد نديرها في القمع ونخرجها. شوفوا هنايا راني نوري لكم باللي درت كامل واش يعني قبل ما نخلط الكريمه تاعي مع لا شونتي سبقت كامل عمرتهم بال يعني درت مغرف مغرف في قاعة الليمون. شوفوا كي واش قلت لكم لازم ديروا زوج مغارف باش الكريمه تاعكم تخرج لكم يابسه شويه، وكي نزيدوا لها لا شونتي تكون يعني شاده روحها. شوفوا مالقري هكذاك وراهي شاده روحها. حنا نجبزها كامل هكا في القمح هذا ونديرها بالجطابل ولا اي حاجه اللي عندكم بها ديروها، ولا تقدروا تعمروها غير بالمغرف بصح هكذا يعطيها منظر شباب. وهنا جبت حبيبات نتاع العنب غسلتهم مليح مليح، اخترت هذوك الكبار قطعتهم اون دو وحطيتهم هكا، وزدت لهم الربع تاع الليمون، قطعت الليمون الى اربع شرائح الى اربع ودرتهم هكا. وان شاء الله يعني تعجبكم. شوفوا هنايا الشكل تاعها اروع مما يكون. انا والله غير كي كنت نخزر فيهم غاضوني ناكلهم باسكو يعني خرجوا هايلين. شوفوا هنايا كيفاش يعني ما ديريهم داخل الثلاجه اينور، ومن بعد راح تستهلكيهم، وكي تستهلكيهم هذيك لا شونتي ما تطيح ما يعني تبقى هكذاك. هكذا اذا راح نحل لكم حبه وتشوفوها الداخل. شوفوا الكريمه هذيك راهي تبان ولا شونتي راهي تبان، والكو تاعها واحد الكو يعني هنا بدون بيض وبدون يعني تكليف وبدون اي حاجه. اذا ما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.